عندما كان التاريخ يسير ببطء، كانت أحداثه القليلة تعلق بسهولة في ذاكرة الناس، فتنسج لوحة خلفية يعرفها الجميع، وتعرض الحياة الخاصة على تلك الخلفية، مغامراتها في فرجة مثيرة. أما اليوم وبعد أن صار الزمن يسير بخطى واسعة، فإن الحدث التاريخي الذي ينسى في ليلة واحدة سرعان ما يتلألأ في الغد على صفحة ندى الحدث الجديد، فلا يعود بذلك لوحة خلفية في سرد الراوي، بل يغدو مغامرة مفاجئة تجري على خلفية الابتذال المألوف للحياة الخاصة. إن التاريخ يتبخر من الذاكرة، إذ أصبح الناس يتحدثون عن وقائع حدثت منذ بضع سنوات كما لو أنه مر عليها ألف سنة.